للمزيد ينضم إلينا من فيرجينيا محمد العالم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي في أو المختص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك سيد محمد في هذه التغطية. يعني في البداية، هل تتفق مع الرأي الذي يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في مأزق وفي موقف أكثر حرجا مما توقعته؟ وهل بالفعل توقعت الولايات المتحدة الأمريكية رد فعل مغاير لدعمها لإسرائيل؟ بك وبالسادة المشاهدين، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم جيدا أن رد فعلها وطريقة مساندتها لإسرائيل ستجلب لها غضب عالمي. الفارق الأكبر والصدمة الكبيرة عالميا حاليا هو الاستمرار في هذا الدعم بغض النظر عن الأعداد التي تقع من المدنيين شهداء في قطاع غزة. للأسف العالم كان يأمل أن تعدل السياسة الأمريكية وجهة نظرها فيما يحدث وتضغط على إسرائيل، لكن ما وجدناه في الضغوطات الأمريكية على البيان الأخير لمجلس الأمن والتصويت عليه كان فعليا شبه تواطؤ مع ما يحدث حاليا، لأنه حتى الآن وبسبب التعديلات الأمريكية لا يوجد تفسير لهذا القرار وكيف يتم تطبيق فكرة إدخال المساعدات بصورة أكبر إلى قطاع غزة. أيضا منع الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة وقف قتل المدنيين وإدانة إسرائيل في هذا الأمر للأسف يعتبر تواطؤ كبير ضد المدنيين، خصوصا أن التقارير الرسمية تقول بأن الأعداد وصلت إلى ما يقارب 20,000 شهيد وأكثر من 200,000 جريح، يعني إصابات مختلفة منها حتى ما وصل إلى العاهات وما إلى ذلك. وبالتالي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي تعلم مداه ومدى الغضب العالمي الذي قد يأتيها به، لكنها أيضا تعلم أنها أثار هذا الأمر لن تكون في الوقت الحالي، ولكن مستقبلا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في حزمة واحدة مع إسرائيل أمام الشعوب العالمية مع القضية الفلسطينية. نعم، لكن سيد محمد، يعني التصريحات يعني نوعا ما تغيرت من الجانب الأمريكي. يعني هناك بعض التصريحات التي تحاول أن تقنع العالم أو تقنع حتى الصحفيين في المؤتمرات الصحفية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية المدنيين في غزة، على حماية أو محاولة وصول المساعدات، على يعني تحديد وتركيز الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في عدوانها على بعض المناطق وعلى بعض الأهداف المحددة. يعني الدعم ليس، حتى وإن كان في التصريحات فقط، ليس بالشكل الذي كان عليه في بداية هذا العدوان. هل لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية بأن موقفها ربما يعني يقابل بعزلة كما نرى؟ هل يقابل برد فعل غير يعني غير متوقع؟ يعني التوقعات لردود الفعل كانت دائما تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد بشكل كبير على صداقتها وعلى شركائها من العالم الغربي، ولكن حتى العالم الغربي بما فيهم بعض الدول الأوروبية يعني لا تواكب هذا المسار ولا تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الرأي. نعم، هنا يعني المأزق الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية أنها تدلي بتصريحات توحي بأن هناك شيئا ما قد يتغير. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أمال كبيرة للعالم أجمع بأنه قد يكون هناك يعني معاد معادل انتهاء هذه الهجمات الإسرائيلية، وكانت التحديد بداية العام المقبل، لكن نتفاجأ بعد ذلك أن التصريحات الإسرائيلية وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكان مضادة ولا يعني تتضاد مع كل التصريحات التي سبقتها. وبالتالي البعض هنا اعتقد أن هناك مراوغة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات تمد أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية ويقتل المزيد من المدنيين. لكن في نعم، في شأن تغيير التصريحات أو تحويل مسار التصريحات بنفسه، يعني هل
هل ذلك يعتبر بسبب بأن الولايات المتحدة تفاجأت بعض الشيء، أو لأنها لاحظت بأن العدوان الإسرائيلي كان أكثر حدة مما كانت تتوقعه أو مما كانت ترغب فيه؟ للأسف لا نستطيع أن نعتمد وجهة النظر هذه، لأن أنت تفاجأت بأن يعني ردة الفعل كانت يعني فيها قسوة زائدة عن اللزوم، لكنك أيضا ما لازلت تمد إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي بالأسلحة. لولا الولايات المتحدة الأمريكية ومدها الاقتصاد المالي والعسكري لإسرائيل لانهار الاقتصاد الإسرائيلي، أو وصل لشبه حالة انهيار، ووصل الجيش الإسرائيلي أيضا لشبه حالة الانهيار لأنه تكبد خسائر كبيرة جدا في قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تمدها ببعض الأسلحة المجرمة دوليا، وبالتالي يتوحي بأنها الشريك في هذا. نعم هي لا تستطيع أن يعني تؤيد إسرائيل على طول الخط، لهذا وجدنا تصريحات سياسية مختلفة بسبب حجم الجرم، لكن هذه التصريحات حتى الآن غير مؤثرة، لأن الدولة الوحيدة القادرة على وقف إسرائيل فيما تفعله وحل حالة هذه الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تنتظر؟ الآن قطاع غزة بالفعل لا يصلح للمعيشة،